هو كلاسيكو الأرض بدون منازع، يسد أنظار واهتمام المتتبعين وغيرهم للساحرة المستديرة، بل هو الطبق الكروي الوحيد الذي قد يجمع العائلات لمشاهدته والاستمتاع بما سيقدمه اثنان من أفضل الأندية عالميا، ونقصد هنا الفريق الملكي ريال مدريد والبلوغرانا اف سي برشلونة. الريال المستقبل في هذه المباراة سيكون معززا بأرضه وجماهيره والنقاط الأربعة التي يتقدم بها على منافسه برشلونة، هذا الأخير الذي يلعب مباراة الموسم بامتياز بمعقل الملوك، حيث أن الفوز وحده من سيكفل للكاتالان المحافظة على أملهم في الظفر بلقب الليغا لهذا الموسم، فيما الهزيمة أو حتى التعادل قد تعني خروجهم من سباق المنافسة على درع الدوري الإسباني لكرة القدم وحصرها بين قطبي العاصمة ريال مدريد والأتلتيكو. فإذا كان المدريديون سيعانون من غياب خيسي ولو أنه يلعب كبديل، فبالمقابل سيشهدون عودة مهاجمهم كريم بنزيما بعد الإصابة التي تعرض إليها في مباراة مالاغا، وهو ما قد يعد إضافة قوية لكتيبة أنشيلوتي في قمة الموسم بامتياز. أما برشلونة فهو لا يشكو أي غيابات، وقد يجد المدرب تاتا مارتينو حرجا في اختيار اللاعب المناسب بجوار البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي. هل هو بيدرو رودريغيز أم نيمار دا سيلفا؟ علما أن هذا الأخير كان صاحب أحد هدفي الفوز للبارشا بكلاسيكو الذهب حين انتهت أصحاب الأرض بواقع هدفين لهدف واحد. إذن في انتظار ما ستؤول إليه نتيجة هذه القمة الكبيرة، ندعو زوار موقعنا لمتابعة كل صغيرة وكبيرة عن هذا الكلاسيكو المثير قبل وأثناء وبعد المباراة فقط على موقعكم البطولة.